بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وتقديرك والامتثال لأوامرك واجتناب نواهيك يا سميع عليم. آمين آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان، ولا عدوان إلا على أهل العدوان. كذلك قبل ما نواصل بالتذكير ببعض آيات وردت في سورة البقرة لا صلة بالصلاة، لا بأس باش نذكركم من جل آيات سورة ياسين، هي تقريبا رقم 36 في المصحف العظيم. معناها تقدر تركز خاصة على الآيات الأولى، ترى اللي من الرسول عليه الصلاة والسلام ما يكون كان على صراط مستقيم. وبما أنه هو إمام الأنبياء عليهم السلام، خاصة ليلة الإسراء والمعراج في الصلاة، شو وأمر وهو قريب من الرحمن أن يأمرنا بصلاة 50 مرة في النهار. هذا كله بطبيعته درس لنا أن نحافظ على الصلاة، على الصدق بها وحضورنا معها حتى يستقيم حالنا بربنا، وأن نكون حائزين على مرتبة عليا من رضوانه سبحانه وتعالى، ومهلين إلى محبة من لدنه تسعدنا بالدنيا والآخرة. أنا تعالوا خوضوا الآية الأولى من سورة ياسين، سيتبين لكم، ولو خذيت كل الآيات كلها يتبين لكم أنكم لا صلة لكم بهذه الآيات، متكررة في مجالسكم ما فماش. فما منكم من يأخذ بظاهر الحديث النبوي الشريف اللي تقرأ ياسين خاصة يوم الخميس ليلا أو يوم الجمعة، فما منكم من يلتزم بذلك، لكن حين يقرأ هل هو حاضر مع الآيات أم هو غائب بمنهيات وموبقات وتخيلات مرضية في مجالات الجنس والسلطاني والأمر والنهي لغيره والسلبي والكذب والبهتان، قاضي ولا وزير موزر ولا حاجة، هذا ما لا أنتم خذيتم منه الكثير، فاعلموا أنكم مورطين مع رب العالمين. ونحن ننصحكم، نحن أهل القرآن، ننصحكم بالتعجيل بإصلاح حالكم قبل أن يحق عليكم القول، فتكونوا من أهل الشقاء في الدنيا والحياة البرزخية، ويختم شقاءكم في الخلود في النار. نسأل الله السلامة من كل ما لا فيه سلامة.